تحية طيبة متابعينا الكرام أينما كنتم تتابعوننا عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك وعبر قناتنا على النايسات، وأهلا بكم في الحلقات التي نبثها بشكل أسبوعي من داخل الشركات والمعامل التابعة لمجموعة قاطرج القابضة. اليوم نحن في مقر مجموعة أصل للاستثمار والمقاولات، فمن هي تلك المجموعة؟ وما هي عدد المعامل التي تتبع لها؟ وما هي مشاريعها الحالية والمستقبلية؟ تفاصيل أكثر سنتابع هذا التقرير، ومن ثم نعود لنغوص بتفاصيل الحوار. لما تشغل الأراضي والمساحات الشاسعة بما هو نموذج عن قصة نجاح وتطوير قبل أن يكون بناء أو منشأة، وهذا ما قدمته حلب بعد تحريرها عبر 12 شركة أسسها وأساسها البناء والتعمير والإكساء، امتدت على مساحة تزيد على 65 ألف متر مربع، واستمر العمل فيها على مدار الساعة لحين تأسيس المعامل وتركيب آلاتها خلال فترة وجيزة، ولتكتمل المظلة الكبرى التي حملت اسم مجموعة أصل للاستثمار والمقاولات بتوقيع الأيادي والخبرات الوطنية. نحل داخل مبنى الإدارة من مهندسين وإداريين ومهنيين وضعت الخطط والدراسات لتكون البداية لإطلاق بدون توقف. على العمل جبلت عقليات العاملين في أصل، وعلى التميز في مجبل الخرسانة الجاهزة تعاونوا ووحدوا الجهود والمقاصد، فهنا مجبل مركزي لا يتوقف على مدار ساعات اليوم، وهنا السعة التخزينية للمواد لا تقل عن 10,000 متر مكعب، وهنا يقضي المخبريون كامل وقتهم مفكرين بضمان امتياز عينات المكافئ الرملي. السير على طريق البناء السريع يتطلب آلاف اللبنات للنهوض بالعمار والإعمار، لذلك تخرج المجموعة من معمل البلوك أكثر من 4,000 لبنة يومياً، والكثير من أمتار البلاط وأرضفتها على طول الأرصفة. إلى مصنع الحجر ازدادت أصل تألقها في إنتاجها للحجر الصناعي، وفيه منشرة الحجر، وتنتج فيه المرامر وحجر الديكور والمغاسل والأحجار المقصوصة والمقولبة والمرسومة والمحفورة كمواصفاتها، لتتحدى العوامل الخارجية على اتساع طيفها ولتخصص معرضا يضم أفضل ما أنتج بأصل. شركة البناء السريع التي فيها يأخذ الكوفراج مكانه معدنياً وخشبياً، وتتسلح الهياكل البيتونية بجوانب القوالب المعدنية في مشهد إنشائي تكاملي محاط بالأعمدة الخشبية. ولكي تكون المجموعة نموذجاً يحتذى في مختلف الأقطار، ضمت خطوط إنتاج أنابيب المياه الحلوة والمالحة بمختلف الأقطار،
وشملت مخرجات مصنع أنابيب المياه ما يستخدم منها للصرف الصحي، وأفردت قسماً للأقطار القصوى لتخديم المشاريع العملاقة. مصنع المصاعد في المجموعة مكانا طبيعيا، فالخبرات موجودة ومتزايدة والكفاءة مضمونة. معمل للمتطلبات الكهربائية، تخرج من بابه لوحات كهربائية هندسها أهل الاختصاص بالمقاسات والمواصفات والمخططات المطلوبة لتشخص شاهدة في أي زاوية أو على أي جدار. نوافذ وأبواب على الأفق البعيد تفتح في مجموعة أصل كتلك التي يصنعها معمل صلب للحديد المختص بالإنشاءات المعدنية، والذي تملأه ورش العاملين الداخلية منها والخارجية. مع ازدحام العاملين واكتظاظ المصانع تحت مظلة مجموعة أصل للاستثمار والمقاولات، امتد تخطيط القائمين على المجموعة ليصل إلى تأمين الآليات لشركات المقاولات الأخرى. أفكار التميز والإبداع تنحت وترسم وتنفذ كما ينحت على الخشب الأجود والأمتن الذي يقص ويركب داخل مجموعة أصل ليقاوم العوامل الخارجية ويأخذ مكانه من مفروشات وسواها في المكاتب والمطابخ وكافة جوانب واتجاهات العمل. فيما يخص المشاريع المنفذة فحدث ولا حرج، فقد قامت أصل بتنفيذ مبنى الإدارة والفندق الضخم التابع لمجموعة أرفادة في منطقة شنشار، قامت أصل بتنفيذ إكساء كامل داخليا وخارجي لفندق لوروس في منطقة المحافظة بحلب. المشاريع لم تتوقف في مجموعة أصل، فقد قامت بتنفيذ عملية الإكساء من ديكور ومفروشات وملحقاته لفندق أرمان في منطقة الحمدانية خلال فترة قياسية. We'll be right back.
التنوع في تنفيذ المشاريع سمة اتسمت بها أصل، وقد اتجهت لإكساء صالة نادي الاتحاد الرياضي في منطقة الموغامبو بالإضافة لتنفيذ المكاتب الإدارية داخلها. وسعت أصل من نطاق عملها لتبرم أهم عقد محلي في محافظة حلب، وهو تنفيذ أضخم مشروع سياحي وسكني وتجاري في منطقة الزهراء. الطموح لم يتوقف في أصل، فقد أبرمت عقداً لتنفيذ فندق بالكامل اسمه كواترو من الألف إلى الياء بلغة البناء والإكساء في حي المارتيني بحلب. مرحبا بكم مجددا متابعينا، تابعتم معنا هذا التقرير. يعني الحقيقة عمل جبار وإنجاز في ظل هذا الحصار الذي تعاني منه سوريا، وبعد نفض غبار الإرهاب عن حلب مباشرة إنشاء هذه المجموعة بمعاملها الـ 12. مزيد من التفاصيل اسمحوا لي أن أرحب باسمي واسمكم بالأستاذ مازن قاطرجي المدير العام لمجموعة أصل للاستثمار والمقاولات. أستاذ مازن أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك أستاذ مازن. شو يعني شو ضل عنكم بعد كل هالشغل؟ لوين بدكم توصلوا؟ نحن مجموعة أصل للمقاولات والإكساء من الألف إلى الياء أبدا على المفتاح. شغلكم هل كله عملنا بأيادي سورية وموظفين من شركة أصل بالكامل؟ بالكامل. طيب لوين بتكون توصلوا؟ ما في حدود أستاذ شادي. كيف يعني ما في حدود؟ نحن هلأ عندنا مشروع المدينة الحرفية. شو هذا مشروع المدينة مشروع الحرفية؟ مشروع المدينة الحرفية بتألف من 10,000 وحدة حرفية. يا زلمي يعني بس يعني في ناس عم تتابع، شو يعني كيف يعني 10,000 وحدة حرفية؟ 10,000 وحدة حرفية في جميع المهن أو الصناعات الخفيفة نقول. نعم. هذا المشروع وكله بده يكون بمكان واحد. كله بمكان واحد. 10,000 وحدة. 10,000 حرفية. نعم. وخاصة يعني هل التوجه لأنه أنتوا خلال الحرب كان نحن بنعرف إنه أول شيء الحرفي المناطق الحرفية بشكل عام بالأحياء الشرقية تعرضت كلها للدمار. أستاذ يعني شادي حلب تأثرت بشكل كتير كبير. المعروف عن حلب أنه هي مدينة الصناعة بسوريا، تم تدمير الصناعات بشكل ممنهج من المسلحين وخاصة الحرف اللي أنت نعم عم تقول عليها. نعم نعم. ولا هي يدعم السيد الرئيس الحرف المتوسطة والصغيرة. نعم تماما أستاذ شادي. المسلحين والدول الداعمة لهم عملت ثورة تدمير ممنهج للمعامل. طيب ليش الآن مشروع يعني هذا الشيء رح يصير 2022 10,000 وحدة حرفية؟ السؤال الذي يطرح نفسه ليش 10,000 وحدة حرفية مو 10,000 وحدة سكنية؟ 10,000 وحدة هذا السؤال كتير مهم استاذ شادي. أي دولة بصير فيها حرب أول ما بتنهض بالصناعة، الصناعة الصناعي والمعامل هي اللي بتبني سكني. وخاصة نحن عنا بحلب. نعم. الحلبي بيقول لك عطيني حرفة. نعم. ولا تعطيني بيت، البيت بيجي تحصيل حاصل بعد الشغل أول. نعم. بعدها بدور على السكن. طيب. الشغل هو بجيب السكن. 10,000 وحدة حرفية. نعم. يعني نحن رح نقول عن فرص عمل قدي عدد هلأ إذا بتقلي حضرتك قدي عدد فرص العمل الموجودة بمجموعة أصل؟ نحن عنا الآن بين مهندسين وموظفين وعمال أكثر من 5,000 عام شخص عنا بين مهندسين وعمال 5,000. إن شاء الله الخطة لـ 22 راح يصيروا 30,000 موظف بشركة أصل. أستاذ مازن بس يعني هدي علي شوي. نعم. 25,000 فرصة عمل إضافة للـ 5,000 دي يصيروا 30؟ هلا ما راح أقول لك أكثر بس إن شاء الله 25,000 بالعام 2022. نعم. وهذا المشروع سيبدأ بالعام الحالي لـ 10,000 وحدة حرفية. نعم. طيب ما رح أقول لك يعني فعلا عم تقولي ما رح نوصل لحدود، ما رح نوصل لحدود. هذا الشيء يعني صراحة يحتاج لعمل جبار، وشفنا يعني مجموعة أصل كباقي المجموعات مثل ما عملوا ثورة تدمير نحن رح نعمل ثورة إعمار بإذن الله بأيادي سورية. طيب
هلا رح ننتقل نشوف. طبعا نحن تابعتوا التقارير ونحن دائما والإدارة في مجموعة قاطرجي القابضة دائما تحبذ موضوع المقارنة بالصورة، يعني ربط الكلام بالصورة، وهذا ما سنشاهده الآن بالتقرير اللي عرضناه. لاحظتوا أنه فندق الكواترو بمنطقة المارتيني كان عم بينصب الأرضية ويمكن لساعتهم بالماينس 1 والماينس 2 وصلوا لوجه الأرض. هلأ خلال أسابيع قليلة جداً خلصوا الطوابق. على كل ما رح كتير يعني اشرح مباشرة، رح انتقل لصبحي عكش المتواجد بمنطقة المارتيني وفندق الكواترو الذي سيدخل في العمل قريبا بعد الانتهاء من انجازه من قبل مجموعة اصل للاستثمار من الالف الى الياء. صبحي اعطينا التفاصيل من عندك. نعم شادي، مثل ما عم تشوف هالحركة حركة العمال الضخمة يلي عم تتم حاليا بهالمنطقة هاي بمنطقة المارتيني، هي لمشروع إنشاء فندق الكواترو الذي يقع في منطقة المارتيني بحلب. في حركة ضخمة عم نشوفها هون بالكاميرا، حركة بناء تمت لهالفندق هاد خلال زمن قياسي وقصير حقيقة. أنا بدي أعرف تفاصيل أكثر، ولحتى المتابعين يعرفوا تفاصيل أكثر رح ينضم لي حاليا على البث المباشر مدير المشروع، مدير مشروع إنشاء فندق الكواترو بمنطقة المارتيني، الأستاذ المهندس محمد دواية. يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. المهندس محمد دواية مدير مشروع فندق كواترو، ممثل الشركة المقاولة الرئيسية شركة أصل. نعطيكم لمحة عن المشروع، لمحة فنية ولمحة عن الكوادر العاملة. المشروع يتألف من ثلاثة أقبية تحت الأرض، طابق خدمات بشكل كامل وطابق مرآب للسيارات وصالة أعراس مجهزة بأحدث تجهيزات، بالإضافة لم نصل للطابق أرضي وطابق الخدمي والطابق أول ثاني ثالث رابع خامس، هي عبارة عن طوابق نوم، وبعدها بالسطح الأخير هي عبارة عن سطح يوجد فيه تراس كافي بالإضافة لمسبح ترفيهي. المشروع بشكل عام أنجز بفترة وجيزة جدا جدا، وبالإضافة لأن الدراسات اللي تمت قام بها كوادر سورية مميزة جدا تابعة لشركة أصل المقاول الرئيسي، من دراسات كافة إنشائية كهربائية صحية تكييف إلى آخره، بالإضافة للكوادر المنفذة اللي هي نحن كوادر تنفيذية، أيضا نحن كمان تابعين لشركة أصل المقاول الرئيسي. تمت الأعمال بدقة وبسرعة كثير كبيرة وحلوة. كوادرنا السورية عاملة من كل الكوادر، عمال فنيين مهندسين إلى آخره، تابعين لشركة أصل. المشروع عائدته لشركة أرمان للمنشآت السياحية والفنادق، المالك الرئيسي للمشروع. نحن متعهد مقاول رئيسي شركة أصل تماما. نعم شادي، مثل ما عم تشوف مشروع كامل متكامل من صالات أعراس وغرف نوم ومسبح، وحتى كمان حتى نتعرف على تفاصيل أكثر رح ينضم لي المهندس علي فرواتي مدير شركة البناء السريع التابعة لشركة أصل. يسعد أوقاتك. أهلين أستاذ، يسعد أوقاتك حبيبي. تطلعنا على تفاصيل المشروع كمان بشكل موسع أكبر. أستاذي الكريم، نحن شركتنا شركة البناء السريع هي أحد شركات مجموعة أصل للاستثمار والمقاولات. طبعا نحن شركتنا تمتلك قوالب وشدات معدنية وخشبية اللي بتحقق السرعة المطلوبة. نحن اليوم وصلنا لمرحلة بسباق مع الزمن لنصل لسرعة إنتاج بالوتيرة السرعة المطلوبة. يعني اليوم نحن مثل ما عم تشوف هلأ والكاميرا معنا أستاذي الكريم، الفورم وورك والسكافولدينج اللي نحن بنمتلكه كله كمان تصنيع شركة قاطرجي للصناعات الهندسية والميكانيكية. فنحن اليوم القالب اللي متخصصين نحن باستخدامه والعمالة الموجودة عندنا كلها عمالة فنية مدربة على استخدام هذا القالب واللي بيحقق السرعة المطلوبة. فنحن كان عندنا خلال كل أسبوع في عندنا إنتاج طابق بكامل أعمدته وجدرانه، الجدران بيت الدرج والمصاعد والجدران القصية لكل طابق بطابقه. كل أسبوع كنا كل أسبوع عم نطلع بطابق. نعم.
هي اختصاص شركة البناء السريع التابعة لمجموعة التابعة لمجموعة أصل الاستثمار والمقاولات. شكرا لك وشكرا على وتيرة العمل السريعة والمتسارعة يلي عم تتم فيها. إن شاء الله يعني نحن موضوع إعادة الأعمار نحن السرعة المطلوبة إن شاء الله لنقوم بأكبر سرعة مطلوبة لإنتاج العمل المطلوب مننا. شكرا لك وبالتوفيق إن شاء الله. نعم شادي، مثل ما عم تشوف ومثل ما سمعنا زمن قياسي عم يتم فيه إنجاز هالعمل هذا. كل أسبوع عم يكون في طابق جديد. هي إحدى اختصاصات شركة البناء السريع التابعة لمجموعة أصل التابعة لمجموعة القاطرجي القابضة. أعود إليك شادي. يعطيك ألف عافية صبحي، وبدي من خلالك تنقلي التحيات لهالأشاوس الأبطال العمال المهرة والخبرات السورية الوطنية التي نعتز بها. شكرا لك صبحي، وأكيد رح تنتقل هلأ لمنطقة تانية للحمدانية لحتى تعطينا تفاصيل أكثر بفندق أرمان تبعنا. نقطة مهمة انتبهت لها أنه كل أسبوع طابق. نعم. شو كيف يعني أنت اليوم عم تحكي عن إنجاز، نحن نقول دول ما عانت من حرب عم تعمل ممكن بأسبوع أو أقل، بس نحن على أساس أنه خربوا لنا كل شيء. أستاذ شادي، بالتخطيط والإرادة كل شيء بصير، ما في شيء مستحيل. نحن شركة تملك مؤهلات من دراسات لتخطيط لعمال أبداً. لما بتواكبون وبيشتغلوا بحرفية صح كل شيء بيطلع. هذا العمل ليل نهار لحتى وصلنا للنتيجة، وإن شاء الله بنوعدكم بيكون الفترة الطابق أقل من هالفترة هاي اللي أنجزوا فيها. أقل من أسبوع. أقل من أسبوع. وهذا التشطيب كامل رح يكون هو كمان أحد المشاريع. على المفتاح. إكسايد طيب. كامل. هلأ شو المشاريع القادمة رح نقول؟ هلأ نحن قلنا 10,000 وحدة حرفية، في شيء وحدات سكنية؟ شركة أصل وقعت عقد هلأ بـ22 إن شاء الله رح نبلش فيه. هو فندق ومول وعدة أبني أبراج سكنية، عدة أبراج سكنية. هذا مشروع الزهراء. مشروع الزهراء نعم. شركة بيري. المجمع اسمه مجمع مدينة. هذا بال2022 نعم. يعني هلأ أنت حكيت رح نبلش فيه بال2022 يعني وينتهي خلي أكيد. أنت حكيت لي عن مشروع 10,000 وحدة حرفية. نعم. وهلأ عم تحكي لي عن مشروع الزهراء. نعم. اللي هو أبراج سكنية. نعم. مول فندق 5 نجوم دي بلشوا بال2022 يا سيدي بالتوفيق. هذا كله 2022. طيب في شيء وحدات سكنية أنا بأكد دائما معيش حتى لو حكينا اللي أبراج غير المشروع، غير المشروع السياحي اللي أو المشروع الكامل بمنطقة الزهراء. الفترة الأولى راح نقوم مثل ما حكينا بالمدينة الحرفية 10,000 وحدة، بده يتبع 10,000 وحدة سكنية بحلب. هلأ عم يتم الاختيار المكان لنقوم فيها 10,000 وحدة حرفية. أول شيء مثل ما حكيت يا أستاذ شادي، أول ما حكيت معك قلت لك انه رح نبدا بالمعامل، من بعد المعمل رح نبني السكن. ممكن نقول بـ2023 رح يكون في 10,000 وحده سكنيه اذا الله راد، بعد الانتهاء من 10,000 الوحده الحرفيه ممكن تواكبها في مكان قبل ما تنتهي هذيك نكون بلشنا بال10 10,000 وحده سكنيه، بالاضافه لمشروع مدينه. نعم. اللي هو بالزهراء. نعم. اللي هو متضمن ابراج سكنيه ومول وفندق. نعم. الله يوفقكم صبحي. لازم يكون صار جاهز صبحي. صبحي موجود الآن بفندق أرمان الذي يعاد تأهيله وإكساؤه بالكامل من قبل عناصر، رح نقول عناصر لأنه أبطال، عناصر مجموعة أصل للإستثمار والمقاولات. صبحي إليك الصوت والصورة. نعم شادي، انتقلنا حاليا من منطقة المارتيني إلى منطقة الحمدانية بحلب، وتحديدا إلى مشروع إعادة تأهيل وترميم فندق أرمان بمنطقة الحمدانية. عم نشوف هالإكساء، هذا هالإكساء الخارجي لفندق الحمدانية يلي عم يصير، وهالأعمال الترميم هاي، وهالحركة حركة العمال على كافة نواحي الفندق، على الأسطح، على الطوابق، حتى داخل الفندق. بعد شوي رح ندخل كمان ونشوف حركة العمال الكبيرة يلي عم تتم
تم وعم تتم بجميع الطوابق مره واحده. شادي، لحتى كمان نتعرف على تفاصيل اكثر، معنا مدير مشروع اعاده تاهيل وترميم فندق ارمان بمنطقه الحمدانيه المهندس زكريا غوري. يسعد اوقاتك. اهلا وسهلا. اهلا سلامات. تطلعنا شوي على تفاصيل العمل بفندق الحمدانيه، فندق ارمان بمنطقه الحمدانيه، وطريقه التاهيل، طريقه الترميم يلي عم تصير. في البدايه اول شيء بنشكركم على اللقاء وعلى فندق الحمدانيه. يتم دائما يعني يتم بايدي عامله مهنيه سوريه. الشركه بتضم خبرات جيده من مهندسين وفنيين واداريين وحتى عمال وعماله، كلها ايدي ماهره وخبيره. هلا الاعمال اللي عم بتتم هي اعاده ترميم او بالاحرى اكساء كامل مع الديكورات، مع جميع التفاصيل المعماريه والانشائيه والديكور كلياتها. هي اعمال عم بتتم بسرعه فائقه وبجوده فنيه وبمجمل طوابق الفندق خارجيا وداخليا، مثلا الاكساء الحجري واعمال الديكورات والبنى التحتية للفندق بشكل كامل. عم تتم بنفس اللحظة كلياتها. كلياتها بنفس اللحظة وبنفس الوتيرة العالية وبأيدي ماهرة جدا، وحتى من التصنيع والتركيب. يعني الشركة تستجر المواد الأولية وتصنعها بأيدي الشركة وتنفذ بعمال الشركة أيضا بأيدي وطنية، بأيدي وطنية سورية داخلية حصرا، وعمال من الشركة وموظفين لدى الشركة. مثل ما عم نشوف هالحركة هي بالطابق الأرضي عم تتم نفسها بباقي الطوابق. تماما في جميع الطوابق ومن الخارج والداخل وبنفس الوتيرة العالية وبالجودة الفنية. الأعمال عم تشمل من شاملة، من البلاط للأخشاب، من مصاعد، البلاط للأخشاب، للمصاعد، للتكييف، للكهرباء، الكهرباء يعني التوتر الضعيف، بما يسمى التوتر الضعيف، مثلا إنذار الحريق أو الكاميرات أو الإنارة أو التكييف والتدفئة أيضا، وجميع الأعمال حتى الصحية من التمديدات والتركيبات الصحية وجميع المصاعد حتى تركب بأيدي وطنية سورية من الشركة تصنيعاً وتركيباً. تصنيعاً يتم كمان داخل شركة أصل. داخل شركة أصل. حتى الحجر، الحجر لدينا مناشر حجر، نستجر الكتل الحجرية ونشرحها ونهذبها ويتم تركيبها بأيدي تابعين للشركة طبعا. حتى الأخشاب اللي عم نشوفها، عم نشوف في كتير ديكورات خشبية عم تكون من شركة أصل. شركة أصل تصنيعا وتركيبا. حتى المعدنية، الألمنيوم، الديكورات، البلاط، المرامر، كلياتها بتصنيع وتركيب الشركة، لا نستجر إلا المواد الأولية فقط. شكرا لك المهندس زكريا، شكرا لك مدير مشروع أرمان بمنطقة الحمدانية. مثل ما عم نشوف شادي هالحركة هي الكبيرة كلها عم تكون بأيدي وطنية وكلها من إنتاج شركة أصل التابعة لمجموعة القطرجي القابضة. أعود إليك شادي. شكرا لك صبحي. كمان بدي حيي كل هالشاوس الأبطال العمال السوريين اللي عم بيقوموا بهذا العمل، ويمكن هو الفندق الأول من نوعه الحقيقة. نعم. تعقيبك بس، إمتى رح يتم افتتاح الفندق؟ إمتى رح تشطبه بالكامل؟ لا، افتتاح الفندق إن شاء الله رح يكون بالشهر الثالث بأذار. أذار المقبل؟ أذار المقبل. نعم. بيكون بالخدمة. نعم إن شاء الله. ومنوه إنه هذا الفندق هو يتبع لمجموعة أرمان. نعم. للاستثمار السياحي والفندق والخدمات الفندقية. نعم. التابعة لمجموعة قطرجي القابضة. نعم. طيب أستاذ مازن، اليوم انت عم تقلي بالشهر الثالث، وهي المشاريع الضخمه اللي راح تعملوا فيها هالمشاريع بال2022. نعم. هذا الحكي ما بده اليات تكونوا جاهزين غير اللي شفناهم المعدات. استاذ شادي، نحن كل يوم عندنا في شيء جديد من اليات للمشاريع، كل يوم في تغيرات جديده. انت هلا اذا بتنزل صورته من شهر يمكن البرومو اقل. نعم. او اقل من شهر تنزل على الاليات، تلاقي اليات جديده.
هلا رح شغل جديد. هلا يمكن عم بقول لي شريف انه مصورين شغل جديد واليات جديده دائما عندنا جديد كل اسبوع. اذا نحن جاهزين كل اسبوع. كل اسبوع نحن جاهزون للانطلاقه بهذه المشاريع الضخمه لانه اولو فعل. اولو فعل ان شاء الله. ان شاء الله رح تشوفوا شركه اصل من اكبر الشركات السوريه. وين؟ في جميع محافظات سوريا رح تنتشر ان شاء الله. يعني ننتقل من حلب لباقي المحافظات. من حلب لباقي المحافظات. منين جايبين هالثقة؟ الثقة يعني اسمح لي كمان في شركات تانية. انا خليني اكون حيادي. لما بتنحط المعطيات صح وبيكون قائمين على الشركات والمجموعة صح ان شاء الله بناخذ نتيجة كتير كبيرة ورح يتحقق هالكلام. شكرا لك الاستاذ مازن قاطرجي. وثقتكم ما شاء الله واضح انه لولا انه الدعم الموجود والخطه والاراده الموجوده لما تحدثت بهذه الثقه. الاستاذ مازن قاطرجي المدير العام لمجموعه اصل للاستثمار والمقاولات شكرا لك على هذه المعلومات. متابعينا الكرام يعني معلومات جدا مهمه الحقيقه. نحن نتحدث عن اكثر من 25 الف فرصه عمل في حلب فقط. في حلب فقط 25 ألف فرصة عمل. نحن نتحدث عن أكثر من 10,000 وحدة حرفية في حلب وفي مكان واحد ستنفذ من قبل مجموعة أصل للاستثمار والمقاولات. نحن نتحدث عن أكبر مشروع في منطقة الزهراء سيضم للمرة الأولى أبراج سكنية ومول وفندق خمس نجوم. نحن نتحدث ونتحدث ونتحدث ويبقى القادم أعظم بكثير. بكل الأحوال هذا الأسبوع وهذا السبت أنا معكم هنا في مجموعة أصل للاستثمار والمقاولات. في كل سبت سأكون معكم بمكان جديد، لكن الأسبوع القادم أين سأكون الله أعلم، وهي مفاجأة لإعلان مشاريع جديدة وفرص عمل جديدة لربما خارج حلب. هذه الإرادة التي تحدث عنها السيد الرئيس في كل مناسبة، ودائما الإرادة مقرونة بالعمل، وعندما تتوفر الإرادة تكون خير مثال لتطبيق شعار الأمل بالعمل. وحتى ألتقي بكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة. هوا شادي حلو يحييكم، أطيب المنى، والسلام عليكم.